ازيك يا شيف عمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك في مطبخي المتواضع. مستعد لتحديات غرفة المطبخ؟ مستعد. جاهز يعني؟ جاهز. انا اخترعت جهاز بيخلي الارانب تتكلم. اوكي؟ هو فين؟ اهو مشمش. كلمه قول له ازيك يا مشمش. ازيك يا مشمش. الو حبيبي عامل ايه؟ والله زي الفل. انت عامل ايه؟ انت هتحبني؟ لسه ما اعرفكش. انا اسمي عمر. عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله. معلش انا نظري مغشله شويه كده. لا عادي. اول تحدي معانا هو تحدي شرب العصير. هنشوف انا ولا انت اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع. هات كوبايتك. افتكر مين فينا اللي هيكسب؟ انا. ليه؟ عشان بشرب في ثانيه. تشرب في ثانيه؟ انا بشرب في ثانيه الا ثانيه. يلا بينا. 1 2 3 ابتدي. على فكرة انت دلقتيها. ايه؟ دلقتيها وانا شايفك. ايه بتقول ايه؟ دلقتيها وانا شايفك وانا سامعك كمان. ما حصلش طبعا. لا دلقتيها. هو ايه ده؟ كمان العصير طعم حلو. يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ العصير طعم حلو. فايه؟ فانت كده تشربه. انت بتشربه كده عادي لكن انت اوريدي خسرت. فاهمني؟ انت خسرت. عادي؟ مش فارق معاك؟ مهم العصير طعمه حلو قوي يا شو